اليوم كنستنكروا واحد، جينا هنا كنستنكروا واحد البلاغ اللي صدر عن واحد الجمعيه هنا في القليعه، اللي كيتهمونا كيتهموا النقلاء بانه راه كيزيدوا في الاثمنه ديال توزيع ديال الدواجن. حنا هادشي لا اساس له من الصحه، لان حنا كنبيعوا على درهم على الميساج، ولا على 30 على تيزنيت، داكشي داك الاثمنه التقريبيه، لان الضيعه الناس ديال الضيعه هما اللي كيحددوا الاثمنه، ماشي حنا البيع كيحددوا، هما اللي الكوارع ماشي حنا اللي كنحددوا. كتخرج الزاويه ومن بعد كتبع مراكش، كتبع الشماعيه، سيدي المختار، ايكادي، ريمين تانو، الاثمنه ماشي حنا اللي كنحددوهم. الاثمنه ديال التوزيع حنا كنديوها درهم ديالنا، ماشي شي حاجه. السلسله راه خص تكون سلسله متجانسه ما بين مول الكوري وما بين مول الترونسبور وما بين مول الرياشه. هاد الناس هادو خاص يكون الثقه التامه بيناتهم، لان هاد المنتوج هذا كنفرق واحد الماده حيويه، واحد الماده اللي تكون مزيانه. ماشي حنا هاد الحاجه خاص تكون مزيانه، تكون اسميتو تكون دوز في واحد الظروف اللي مزيانه. اليوم تفرق ب 25 درهم و50 باش تفرق الدجاج. شحال مول الكوري 25 درهم، مول الحانوت تسدو ب 25 درهم و50. سوق الحد راه كتكون فيه 25 درهم، لان كتكون واحد البلاصه مجموعين فيها، وما كيكونش عندك ترونسبور، ما كيكون عندك مازوت، ما كيكون عندك والو، كتجلس في واحد البلاصه، كتفرق في واحد البلاصه. يعني واحد 26 درهم، داكشي اللي كيكون غالبا غالبا غالبا. حنا ما كندخلوش في مول الكوري، مول المحل شحال باش غادي يبيع؟ شكون هذا كيبيع حتى ب 26؟ المهم انا كنجي عنده كنتخلص بتغرادي، نتخلص داكشي اللي درت معاه الصباح، ماشي مشكل. حنا حسينا بالبيع طايح، لان كنخدموا نهار وكنجلسوا نهار، كنحسينا بالبيع طايح، لان ما كانوش باقي دوك المناسبات الكتار دوك سميتو اللي كتعرف وسميتو، راه شحال هذه مده، ماشي نقولوا راه صافي، راه كتمشي كاع الفيرما تجيب 600 كيلو ما كتفوتهاش 700 كيلو، راه ما الا خدا عندك مول الحانوت واش غادي يصدقوا؟ راه ما يمكنش يبيعوا، راه الا عنده الرواج واحد النهار الغد ليه ما يكونش عنده الرواج. راه قلت لك السوق الكبرى دابا بحال السويقه ديال المنسرقه، وبحال سميتو انزكان، بحال كادير، راه كيضر مول الحانوت يقول لك اليوم ما بغيتوش. الا قال لك واحد ما بغيتوش، نقص لك 100 كيلو من داكشي اللي كتجيب، راه سميتو انت عندك 6 الكليان 7 الكليان وكل واحد نقص لك، راه ما يمكنش. ايوا هادشي اللي كتمنى. حنا ماشي درنا الشكايه، حنا جينا على اساس انه واحد السيد منا هذوك الناس داروا به شكايه، وجينا حنا غير نوصلوا الصوت ديالنا للناس بانه حنا راه ماشي حنا اللي كنزيدوا، راه التكلفه اللي طالعه التكلفه، راه كيقولوا لك راه 17 درهم باش طلع الدجاج عليهم، باش طيح عليهم، وما يدي الارباح ديالهم، ما غيدي، راه كاين الماء، كاين المازوط، كاين عنده الغاز، عنده العلف داير 114 ريال، داير سميتو الفلوس داير 140، ما يمكنش. اليوم حنا جينا نكشفوا على هذه المغالطات وعلى هذه الافتراءات اللي قاموا بها اعضاء هذه الجمعيه وضلوا بها المواطن البسيط. البارح كان تفاجئ بواحد المقطع مرئي ان رئيس هذه الجمعيه الفتيه قال ان السبب الرئيسي وراء غلاء الدجاج هم الموزعون، واعتبرنا مضاربون، وهذا لا نرضاه لانفسنا. ماذا الحمد لله عندنا جمعيه كتهيكل هاد الفئه هذه ديال الموزعين، فدم الوجه يعني وجب ان يصان، وما يمكنش اننا نمروا نخلوا المغالطات يدوزوا مباشره للمواطن. فالسبب الرئيسي وراء غلاء سعر الدجاج هي التكلفه ديال الدجاج. الدجاج كانت التكلفه ديالو 9 دراهم حتى 10 دراهم، اليوم اصبحت التكلفه ديال الدجاج 17 درهم. وكذلك السبب وراء عاوتاني هذه التكلفه غتلقى حتى اصحاب شركه الاعلاف كيقول لك اودي راه سبب زياده الاعلاف هم المواد الاوليه اللي كتركب هذا العلف هذا. فهنا كل واحد وعنده اسباب ديال الزياده. احنا مازال كنقول الحمد لله، وهذا لا نزكي انفسنا، راه احنا من الكورونا الحمد لله وحنا مجندين الحمد لله وراء صاحب الجلاله حفظه الله، وحنا كنعرفوا ان هذه الموجه ديال الغلاء اللي كتمر منها البلد ديالنا وراءها ايادي خفيه، وراءها ناس اللي هما لا يحسنون صناعه القرار،
وراءها ناس مسؤولون لا تأخذهم يعني بكل صراحة رأفة ولا طيبة في حق المواطن. اليوم المواطن راه ما كيخرج حتى كتوصل فيه العظم، عاد كيخرج كيندد بالغلاء ديال السعر. هاد الناس هادو قاموا بواحد العمل اللي هو عمل لا اعتبره عمل جمعوي، ناضوا قاموا بواحد قرار فجائي وسدوا المحلات ديالهم على الساكنه ديال مدينه القليعه، قالوا حقا حنا غادي نديروا هذا العمل هذا تضامنا مع المواطن، في حين هما كانوا ضد المواطن، لان المواطن ملي كتسد عليه المحل ديال الدجاج راه مباشره كتوجهوا باش ياخذ اللحم ب 100 درهم، لان ما غيلقاش بديل ونحن في عطله وناس عندها ضيوف، والا غادي يضطر انه يهبط مثلا الانزكان او لا يطلع مثلا البيكرا، بيكرا حتى هما بحد ذاتهم راهم تما سدوا. يعني هالجمعيات خاص كل شويه عقلاء، خاص يعني احنا نمروا من ازمه خاصهم يكونوا يدا عون يد عون لهذا البلد هذا والمسؤولين ديال هذا البلد هذا. حنا غنقولوا كاين مسؤولين اللي هما ما عندهم سوق، ولكن حنا كافراد وكمكونين يعني مكونات المجتمع المدني خاصنا نهزوا هذا الامر بنوع من الجديه ومن الاهميه وما نتساقوش وراء كل يعني كل ناهق بكل صراحه، لان كاين ناس كيخرجوا في المرابر الاعلاميه كيبقاو دائما كيقول لك لا راه السبب الرئيسي وراء غلاء سعر الدجاج راهم اصحاب الرياشات. مو الرياشه هو كيقرب لك المنتوج، مو الرياشه كيقرب المنتوج والموزع كيجيبها ليه، والمربي الصغير راه هو السبب الرئيسي على الدجاج غالي. علاش؟ لان ما بقاش عندنا مربي صغير، هذا هو السبب الرئيسي. المربي الصغير ما بقاش، حيدوه. شكون حيدو؟ حيدتو الشركات الكبرى، لان تقلات الكاهل ديالو بالمديونيه، مني ما لقاش باش غادي، لان ديما كيبيع بخسران كيبيع بالخساره. راه حتى الناس سبحان الله العظيم، حتى الناس سبحان الله العظيم اللي رجعوا الكورونا اش غيلقاو؟ غادي يلقاو ان الدجاج كساعه كتاع بالضيعه ب 5 دراهم، 5 دراهم وما كاينش اللي قال حق المربي، راه كساعه المربي كيخسر 10 دراهم في كيلو. كاين اللي تم الافلاس ديالو، كاين اللي تم الحز على الضيعه ديالو، كاين اللي مرض، كاين اللي انتحر، كاين اللي اصيب بامراض مزمنه. السبب ديالو شنو هو؟ هو هاد الدجاج هذا. واليوم ولينا عاوتاني كنخلوا دائما بنشيروا باصابع الاتهام الجهات اللي هي اصلا عندها يد في الغلاء وعندها يد في اقصاء هذا المربي الصغير اللي هو كان دائما كيوجد لنا المنتوج هذا المنتوج الحيوي وكيوجدوا يعني دائما بواحد العناء ويكابد العناء من اجل انه يوجدوا للسوق. اليوم ولينا من هاردر الدجاج 25 درهم وشويه بدا كينتعش وشويه بدا كيرجع عليه الامل باش انه يرجع عاوتاني يفتح الضيعات ديالو ويبدا عاوتاني يعمر الدجاج من جديد ويرجع الدجاج يستقر في واحد الثمن اللي هو يكون يرضي الاطراف كاملين. ناضوا الناس كيغوتوا، لا الدجاج غالي، الدجاج لا بقى، المربي الصغير مغيب، الدجاج غادي يوصل حتى 40 درهم الكيلو وحتى 50 درهم الكيلو. وانا اقولها واتحمل مسؤوليه هذا الكلام، الا بقى المربي الصغير مغيب وما دار شي حل، راه الدجاج غيجي واحد النهار غنولوا نشرو انك كتشري قالب السكر ب 250 بريفيكس كما تيقولوا. لهذا وجب على الجهات المسؤوله انها تدخل باسرع وقت وتوضع حد لهذه المهزله هذه. وكنوجه رساله لجميع الفاعلين الجمعويين اللي بغى يتكلم يعرف شنو كيقول وما يوقعش الناس في مغالطات وما ينشرش البهتان والكذب. واستسمحين اطلت.